بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. حلقه جديده، بكره احلى ان شاء الله، هيكون احلى احلى بجهدنا بشغلنا بعملنا بعرقنا بايماننا، هيكون احلى وهيكون جميل، بس نشتغل ونتحرك باذن الله. برنامجنا النهارده احنا مكملين مع نفس المشروع، احنا ماسكين قطاع، ماسكين مشكله، مشكله الامن والامان في بلادنا، وعمالين نجيلها من هنا ونجيلها من هنا، وندور على مشروع ونعلن المشروع ونقول يلا نشتغل في المشروع، وشغالين فيه، والناس بدأت تبعت وبدأت يجيلنا ناس عايزة تتقدم للجان المختلفة. فاكرين المشاركة المجتمعية؟ هنشتغل مع الشرطة إيد بإيد، هنكون لجان شعبية مع مأمور الأقسام، مع هو ونائب مأمور القسم ورئيس المباحث في القسم، يعملوا لجنة مشتركة مع بعضهم. اللجنة المشتركة دي هتقعد تشتغل مع بعضها كل 15 يوم، يتقابلوا يفضوا منازعات ممكن فضها في الحي بمساعدة اللجان الشعبية، يقولوا إذا كان في تاجر مخدرات ولا بلطجي موجود في الحي علشان الشرطة تقبض عليه وتتعامل معاه، إذا كان في ضابط بيسيء معاملة الناس، اللجنة الشعبية بالاتفاق في الاجتماع اللي كل 15 يوم مع القسم يحلوا المشكلة دي. هذه اللجان هتتحول بعد شوية ان كل لجنة يختار منها واحد يروحوا يقابلوا مدير الامن في المحافظة عشان يشوفوا الدنيا ماشية ولا لا، يكتبوا المحاضر باجتماعهم ويترفع المحاضر لمديرية الامن، واحنا نصور ونحس ان بدأ يحصل حركة. واخترنا 10 اقسام، ال10 اقسام موجودين على الانترنت على عمرو خالد.net، وهيظهروا قدامكم على الشاشه تاني دلوقتي. وبدات الناس تبعت تقول انا موجود في القسم الفلاني في المنطقه اللي تابع ليها القسم الفلاني، وعايز اشارك في المشاركه المجتمعيه، انا عايز ادخل مع القسم الفلاني في الاصلاح، عايز اساعد في حل المشكله في المنطقه اللي انا فيها. نفسنا التجربه تنجح ونفسنا تكبر. وبدأت الناس تبعت، ولسه مستنيين، احنا مدين مهلة اسبوع. تخلص امتى المهلة دي؟ الخميس اللي جاي، يعني الحلقة الجاية نعلن اللجان، نقول بدأ تكوين اللجان وحيبدأوا ينزلوا يشتغلوا في الاقسام ويبدأوا يجتمعوا وتتكتب المحاضر ويحطوا ايه المشاكل الموجودة. عايزين نشتغل، عايزين نحاول احنا كشعب نقف صف واحد نحل ونواجه مشاكل وناخد ثواب ونكف الأذى عن المجتمع، ثواب كبير قوي اللي يكف أذى عن المجتمع ويحفظ المجتمع من الانهيار من الخوف. اللي يساعد البني آدمين ان هم يحسوا بالأمان لازم ربنا يأمنه دنيا وآخرة. أقولها تاني، اللي يساعد خلق ربنا يحسوا بالأمان لازم ربنا يأمنه دنيا وآخرة. أمن الناس يأمنك ربنا. الكلام ده موجه للشرطة، يا ريت لو الضابط يعيش بالفكرة دي، أمان الناس أمان لي دنيا وآخرة من ربنا. تخيلوا قد إيه هيحب الناس وقد إيه لن يسطو على 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 مشاعر الناس وهيكون رحيم بالناس ضابط الشرطة. طب وإحنا كمان كلجان ليه ما نشاركش بنية إن ربنا يأمني؟ يا سلام. فعلا في حديث جميل قوي بيقول صنائع المعروف تقي مصارع السوء. عايز ربنا ينجيك من مصرع سوء، من نهاية سيئة، اصنع المعروف، احمي الناس، امن الناس، شارك معانا. احنا النهارده مش هنعلن ايه اللجان اللي اتكونت لان لسه الناس بتبعت، لكن النهارده هنعمل ايه؟ النهارده هنطمنكم ان بدات الناس تبعت، ونحط لكم ال10 اقسام الشرطه من محافظات مختلفه علشان الناس اللي عايزه تشارك معانا، عشان من الاسبوع الجاي يبدا المشروع وينطلق المشروع. كان لازم ابدا بالبدايه دي لان احنا مش جايين بس نحكي، احنا جايين نشتغل ومش هنعرف نشتغل الا بيكم، ساعدونا بالله عليكم. تعالوا نبدا الفقره الاولى، عاجبني ومش عاجبني، بس عاجبني النهارده كتير، حاجات كتير عجبانه وفرحانين بيها. في قريه اسمها أطسة. أطسة دي فين؟ في المنيا. قريه أطسة فيها ورشه، الورشه دي فيها 2 بيشتغلوا مع بعض، واحد اسمه محمود والتاني اسمه جرجس. جرجس ومحمود شركة مع بعض في ورشة، حطوا فكرة لنفسهم نطلع أحلى موبيليا
للشباب اللي عايز يتجوز، نجوز الشباب بموبيليا صنع ايدينا وفي نفس الوقت يقدروا يتحملوا تكلفتها، وكبرت الورشة وشغالة. وأحلى ما فيها إن جرجس ومحمود هم أصحاب الورشة وحاطين هدف للورشة ينمي في بلدهم ويبني في بلدهم. أنا عجبني قوي قوي النموذج ده وفرحان بيه. تعالوا نشوف التقرير اللي اتعمل في المنيا في قرية أطسة عن ورشة جرجس ومحمود. الحاج رمضان يبلغ من العمر 65 عاما، يعمل بهذه الورشة التابعة للهيئة القبطية الإنجيلية بجانب جرجس ومينا وحنة، يعتبرهم أخوانه الذين يشاركونه كفاحه للحصول على قوتهم اليومي. بشتغل هنا في الهيئة الإنجيلية بقالي 5 سنين، يعني بخلص مثلا شغله وبعدين بيدوني أجازة مثلا 15 يوم وبعدين برجع تاني هنا على حسب ظروف العمل، يعني ساعات بعد شهر او شهر ونص في الشغل. اللي ما هنا التعاون مع بعضينا، واخد بال حضرتك، والسفينه اللي احنا راكبينها كلها ايد واحده، بانها بتتعامل انها في الاخر بتطلع حته شغل. بيشتغل هنا حضرتك مسلمين ومسيحيين، وما فيش يعني الكلمه دي مش موجوده كلمه مسيحي ومسلم، العمل كله بيدير بعضه. وكان له راي حول الاحداث التي دارت مؤخرا بين المسلمين والمسيحيين، كما لم يختلف معه اي من العاملين في هذا الراي. الكلام ده احنا طول عمرنا عارفين ان بيبقى في ناس معينه انها بتحب تعمل لخبطه. يعني دلوقتي هقول لحضرتك، يعني انا لو وقعت في الشارع هل هيسالني انت قبل ما يمد ايدي يقومني من على الارض هيقول انت مسيحي ولا مسلم؟ احنا هنا اخوات، مفيش مشاكل. بالنسبه للشغل هو كل واحد في حاله، بيعوز مثلا حاجه مني بديها له، وكان مثلا عده خبره اي حاجه مش مقصر معاه فيها. احنا في شغلنا ما بنفرقش بين مسيحي ومسلم، ويمكن انت لو تمشيتي وسط العمال ما تقدريش تعرفي مين مسيحي ومين مسلم. لا شك ان العمل الاجتماعي يحتاج لبذل الكثير من الجهد لمواجهه التحديات التي تواجه مسيره التنميه في بلادنا. فالهيئه القبطيه الانجيليه للخدمات الاجتماعيه هي هيئه تنمويه تخدم في الريف المصري. في تعاملها مع المنتفعين لا تفرق بين لون او جنس او دين. ايناس انس لبرنامج بكره احلى. طيب دي المنيا، لكن في حاجة تانية عجبانة وفرحانين بيها. دايما الواحد كان لما يسافر الغرب، يسافر انجلترا ولا اوروبا، يركب المترو ولا يركب المواصلات ولا الاتوبيسات يغير قوي. انا شخصيا كنت بغير جدا. ليه بغير؟ ليه علينا ازاي؟ لا يمكن تركب مواصلة حتى لو الناس واقفة الا وتلاقي الراجل واقف وماسك في ايده كتاب وبيقرأ فيه، واقف يعني ماسك بايد وبيقرا، واللي قاعدين ماسكين وبعضهم ماسك قلم، ويفضل ماشي ويوم ورا يوم ورا يوم يخلص الكتاب كله. شعب بيقرا. احنا أمة اقرا، لكن أمة اقرا كانت لا تقرا. أمة اقرا لازم تقرا، علشان القرايه جزء من النجاح، والقرايه جزء من النهضه، والقرايه هي سبيلنا الجديد لو عايزين نبني عقولنا عشان نبني بلدنا. أنا فرحان ومعجب جدا بتجربة اسمها القراءة حياة. مجموعات من الشباب كونوا حاجة اسمها ورش العمل. ورش العمل دي كونوها على موقع عمري خالد دوت نت. عددهم كامل اللي شاركوا في ورش العمل مفاجأة 10,000 شاب وفتاة، مش من مصر بس، من كل العالم العربي. وبدأوا يقسموا نفسهم، قائد الورشة الفلانية، قائد الورشة الفلانية، ومش عارف نور من فلسطين قائدة ورشة دليل السياحة العربية، ويعملوا ورشة ويطلعوا منتج. هيثم عمل ورشة اسمها القراءة حياة، وإذا بمفاجأة 1,000 ينضموا للورشة. بيعملوا إيه في الورشة؟ بيلخصوا الكتب المهمة في حياتنا وفي تاريخنا في كل المجالات. لما جت مئوية نجيب محفوظ لخصوا 53 كتاب لنجيب محفوظ بالكتابة وبالصوت. ياه، معقولة عملوا كده؟ معقولة في شباب عمل الحكاية دي بادئين من قبل الثورة،
لكن اشتغلوا أكتر بعد الثورة. أنا عجبني قوي إن نهتم بالقراءة بدل من التفاهات وبدل من التركيز على أشياء ما تبنيش تسطح العقول. شكرا لورش العمل وشكرا للقراءة حياة. تعالوا نشوفهم مع بعض. القراءة هي الوسيلة للأسهل المعرفة، يعني المعرفة ممكن نحصلها بكذا طريقة. القراءة أبسطها. احنا معانا على الورشة بتاعتنا فوق 1001 1008 بالظبط من كل الدول العربية. معانا على الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك فوق 4000 واحد. انا بشتغل مساعد قائد ورشة القديم. بنعمل عروض للكتب في ورشة القديم. بيبقى لنا كل شهر مؤلف الشهر. يعني الشهر ده مثلا كان لنا مؤلف الامام محمد الغزالي والامام مالك بن نبي. بنعمل لهم عروض للكتب بتاعتهم. الهدف ان هو لما يعمل عرض للكتاب يقدر يستفيد منه فعلا، يقدر يفهم كويس قوي الكتاب عايز ايه، ويبدا يعرض افكار المؤلف وينقد هذه الافكار من خلال قرايته ليها. وفي نفس الوقت انا بقدم العروض دي للشخص اللي ما قراش لسه عشان ممكن العرض ده يجذبه للقرايه. في نفس الوقت احنا بناخد العروض دي ونعملها عروض صوتيه عشان برضو الشخص اللي مكسل يقرا توصل للعرض بشكل معين. والجديد دلوقتي احنا بدنا نحاول عروض دي كمان لفيديو عشان نحاول نجذب بيها عدد اكبر شويه من الناس. الهدف من المشروع كان ازاي نعيد الام تقرا امجادها وازاي ترجع تقرا زي ما كانت في الاول. اللي عايز يشارك في الحمله معانا يعمل حاجه من الاثنين، يا اما يخش على الصفحه بتاعتنا على الفيسبوك صفحه اسمها حمله القراءة حياه يخش ينضم لينا، او يخش على موقع عمر خالد .net هيلاقي الموقع بتاعنا اسمه القراءة حياة، وفي ممكن من خلاله يخش الورش العمل بتاعتنا وينضم ليها. اقرأ، ناقش، فكر، ابدع. خلي المنطق هو المقنع، خلي عقلك هو دليلك. فين ما تروح كتابك في ايدك، اوعى تسيبه او تنساه. القراءة مش ثقافة وبس، القراءة حياة. عجبني حاجة تالتة، النهاردة كله عجبني الحمد لله ربنا، بكرة أحلى إن شاء الله. عجبني حاجة تالتة، مشروع بدينه. خلي بالكوا احنا اللي اتفقنا عليه ما بنسيبوش. يعني إيه؟ يعني مش جايين نعمل كلام إعلامي ونمشي، اللي بنتفق عليه بنفضل ماسكين فيه لغاية ما نخلص. اتفقنا على إيه؟ اتفقنا في عجبني ومش عجبني إن من أجل إطفاء أي محاولة للفتنة الطائفية، الجهد اللي المفروض نقوم بيه عملنا حاجتين. قلنا وزارة الأوقاف طالبين منها تعمم خطب الجمعة عن دور الشعب في مواجهة الفتنة والمواطنة في الإسلام، استجابت وزارة الأوقاف. أول إنجاز عمله البرنامج الحمد لله اتعممت خطب الجمعة في مساجد الأوقاف الجمعة اللي فاتت، وكانت بتتكلم عن المواطنة في الإسلام ودور الشعب في مواجهة الفتنة. شكرا لوزارة الأوقاف اللي تجاوبت مع بكرة أحلى ونفذت الفكرة دي، نشكرهم شكر جزيل جزيل. وشكرا لناس تانية، لأن المشروع كان حاجتين، وزارة الأوقاف تعمل حاجة، خطب الجمعة، والشعب يعمل حاجة. وقلنا الشعب يعمل إيه؟ مليون كوباية شاي، مليون قعدة عشاء، مليون عيش وملح، مليون صورة. وفعلا بدأوا يبعتوا الصور، وبدأت تجينا الصور على البريد بتاع ماسبيرو. ناس بدأت تبعت يا اما صوره يا اما كليب يا اما يبعت والله عملنا وكده بس ما صورناش. ناس بدات تبعت، وبدات تبعت ايضا على عمرو خالد .net وعلى صفحه الفيسبوك بالالاف يقولوا الصور. مش هنلحق نعرض لكم كل الصور، لكن هنعرض لكم يعني بسرعه كده 20 30 صوره المسلمين ومسيحيين الحمد لله اللي بنتفق عليه في البرنامج. بس لسه ما خلصناش، احنا عايزين نوصل لاعداد ضخمه، عايزين نجيب المليون. لكن اعداد استجابت، واللي استجابوا دول صورناهم. منهم صدقوا ناس في امريكا مسلمين ومسيحيين سمعونا على الفضائيه المصريه وقاموا متصورين مع بعض، صورناهم وهم في امريكا. هنعرض لكم حاجة جميلة قوي، فكرة قالها مجموعة
من المسلمين والمسيحيين عملوا ايه؟ عملوا مائدة طعام في الشارع. انا كنت بقول يعني شوفوا قد ايه الناس مستعدة تشتغل. انا كنت بقول ايه؟ الحقيقة هم اصحاب الفكرة من قبل كده، كنت بقول عايزين بس ايه نعمل تتقابلوا تشربوا شاي. عملوا مائدة بين مسجد وكنيسة وجلس المسلمين والمسيحيين الله على المائدة يأكلوا مع بعض. حلوة قوي 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 قوي. الحمد لله الأفكار بتتحول لحقيقة. احنا كل همنا هو الإنسان كإنسان وليس به هويته هي ديانته. عايزين نكون ايد واحدة على عدونا ونعرف مين هو العدو الحقيقي. مائدة واحدة تضم قس وشيخ ولفيف من مسلمي ومسيحي محافظة المنيا لتقديم محاولة ناجحة للحوار بين الأديان ليثبتوا لنا أن مسلم ومسيحي نسيج واحد يقوى به هذا المجتمع ليتخطى عقبات كثيرة قطعوك مسيرته. بالنسبة لموضوع يعني الجلسات والندوات بين القساوسة والرجال الدين طبعا والمشايخ، يفضل ان احنا يعني نحد شوية من الندوات لكن يبقى فيه تفعيل مجتمعي. من شارك في المظاهرات ما شاركش كمندوب او وفد من المنتدى، لكن كانت شراكات فردية. وخلينا اتكلم مع حضرتك بصراحة انه ثقافتنا في التظاهر ضعيفة. ان احنا عايزين يكون لنا دور كإعلام، الإعلام شريك في المجتمع بكل حاجة. وإحنا ممكن اللقاءات بتاعتنا دي ممكن إن إحنا ندعو ليها مثلاً 100-200-300. أنا أعتقد إنه نوعية الاجتماعات دي ممكن تضيف نوع من الثقة والأمل بالنسبة للناس، إنه لسه في ناس يهمها مصلحة البلد، يهمها الحوار، يهمها التعايش المشترك، يهمها المواطنة. لأن دي نقطة إنه كلنا كمصريين محتاجين ده كمان يعني في التوقيت الحالي. الحوار ولغة التفاهم طبعا بتحاول تحد بين الطرفين، بين مسلم ومسيحي، رغم لنا يعني كلمة مسلم ومسيحي دي بتأثر بعض الشيء، لأن مسلم أو مسيحي احنا كلنا مصريين وكلنا واحد وطول عمرنا بنعيش مع بعض ومتعايشين مع بعض. بس في دسائس وفي فتن بعض المغرضين بيحاولوا يلقوها بين الطرفين لإثارة الفتنة بينهما. احنا يعني قساوسة ومشايخ احنا من زمان مع بعضينا طول عمرنا اصدقاء يعني، وانا ناس المحببين والمقربين الى قلبي. لسه عجبني حاجات تانية، عجبني موقف وحاجة شفناها يعني انا فرحان بيها جدا ومش مصدق. ميدان العباسيه، انا عارف بعض الناس يقول لي ميدان العباسيه زحمه ومش عارف ايه، مفيش حاجه بتعجبني في ميدان العباسيه. لا، في حاجه حلوه في ميدان العباسيه ولازم تعجبك وتفرح بيها. الانضباط قليل في الشارع المصري والنظام قليل في الشارع المصري، والناس اللي بتحب النظام وبتحب الانضباط قليلين، بالذات بعد الثوره كل واحد بيقول لك يا عم اعمل اللي انت عايزه. لكن في حاجه في ميدان العباسيه بقالها 6 سنين منتهى الانضباط. ايه؟ موقف الميكروباصات اللي متجهه من العباسيه لحلوان. في موقف للميكروباص موجود في ميدان العباسيه، الموقف ده عجبنا جدا جدا جدا. ليه؟ الناس في الموقف واقفه طابور مستنيه الميكروباصات، محدش بيسبق حد، وكل الناس اتعودت على كده، المكان طبيعته كده. سبحان الله، ليه؟ أنا معرفش السبب. والأعجب من كده سائقي الميكروباصات هم كمان مفيش ميكروباص بيسبق التاني، حاجة كده خيالية، حاجة جاية من بلاد الفرنجة زي ما بيقولوا. الميكروباصات واقفة طابور محدش بيسبق التاني، اللي يملى من الطابور اللي واقف يطلع يجي اللي بعديه، اللي يملى يطلع لحد بيغير الدور من 6 سنين لغاية النهاردة. ايه الجمال ده وايه النظام ده؟ يا رب يا رب نشوف كل حاجة في بلدنا بالنظام دون. عجبني
لأنه شكل حضاري راقي. رحنا وشفنا ميدان العباسية. ميدان العباسية بيشهد تجربة نظامية رائعة بقالها سنين، وحتى الآن مستمرين أصحاب التجربة في تطبيقها رغم عدم وجودها في باقي الميادين. التجربة عبارة عن طابور سيارات الميكروباص اللي تعود الناس ان هم ينتظروا الميكروباص في الطابور مهما طال، وكمان عودوا سواقين الميكروباص ان هم يقفوا هم كمان طابور عشان يركبوا الناس. هو بصراحة الموقف ده من زمان جدا، واحنا متعودين دايما ان احنا بنيجي نقف في الطابور، وده انا شايف ان دي حاجة كويسة لانه اساسا بيوفر علينا وقت كتير، وبعدين واحد ما بيحسش ان حد خد حقه. ظاهرة كويسة بتعلم الانضباط، والواقفين كل واحد بياخد دوره باحترام، وما فيش ولا خناقة ولا بلطجة والكلام ده. بس من فترة من حوالي بتاع شهرين كده من ثلاثة، والنظام كويس مش وحش. المنطقة ديت اكتر منطقة منظمة، يعني لو بصيت لأي مواصلة مش هتلاقي النظام اللي هنا اللي موجود هنا. احنا كلنا بنيجي عارفين، ما حدش بيزاحم في الطابور، في طابور وبنركب بالترتيب، يعني ما حدش بيزاحم. احنا لو وقفنا من غير طابور مش هنركب ولا هنروح. الميدان بقى فيه كمان اللي عايز يجمله ويساعد في تطويره. ياريت نشوف ميادنا كلها زي ميدان العباسية. المنظر الجميل ده كان فيه كرفانات المترو هنا بتاعت مترو الأنفاق، وبعد ما شاله كان المنظر كده ايه زي صحراء بالظبط. فحاولت ان انا اجمل وارفع من شأن المنطقة، لان كل الخير بلدنا. التجميل ده يعتبر حضارة من الاف السنين، حضارة الفراعنة. فانا حاولت ان اجبت الشجر ده كله. طبعا رئيس استأذنت بالرئيس الحي مشكورا، قال لي جمل المكان، عايز وجهة مشرفة في ميدان العباسية. وعلى هذا الاساس طبعا كل الخير بلدنا وكل النظافة البلد. وزي ما ساعتك شايف كده منظر كله خضرة وشكل جمالي، وإن شاء الله هتعمل شلال صناعي بالصخور المتخشبة هنا في النص، شلال ضخم كده يطفي بهجة على المنطقة. دي الحاجات اللي عجبتنا. عجبنا حاجات كتيرة الأسبوع ده، وأنا فرحان إن أنا كل عمال أقول عجبنا 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 عجبنا. صفحة على الفيسبوك عملها مجموعة من الشباب سموها فكرة، وخلوا شعارها هنفكر لمصر، وكل وعدد أعضائها وصل ل 16,000. وبعتولي لما شافوا بكرة أحلى وقالوا إحنا عندنا مشروع للبنى. أنا فرحان إن دلوقتي بقى البرنامج عامل زي مغناطيس، كل حد والله بيجي لي يا جماعة تليفونات من مصريين في أمريكا، من على فكرة بيجي لي من الدول العربية على عمري خالد دوت نت، ناس بتقول يا جماعة اشركونا معاكم وخلونا نفكر معاكم، إحنا 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 بنحبكم. وكان نفسي أقرأ لكم الإيميل لكن هو إيميل طويل فيه العاطفة دي جدا. إحنا عايزين نشتغل وعايزين كمان يبقى بكرة أحلى عندكم وعندنا، لأن مصر مصر الخير فيها هيعم علينا كلنا. روح جميلة قوي قوي قوي. عجبني الشباب اللي عملوا الصفحة دي نفكر فكرة، وعاملين بقى تلاقي ايه كاتبين فكرة البوتاجاز، فكرة مش عارف رغيف العيش، فكرة كذا، حاجة جميلة قوي. شباب بيبني وبيرسلونا وبيبعتولنا، واحنا بنتلقى وبنقول عليهم ادخلوا على صفحتهم واتفرجوا على الشغل الجميل اللي هم عاملينه. دي حاجات عجبتنا كتير، لكن كمان في حاجات ما عجبتناش، وحاجات الواحد وهو بيقولها بيحزن. نفسنا لازم طبعا هتفضل فيه سلبيات وحاجات مؤلمة، لكن نفسنا ان الخير يغطي كتير على مساحة الظلمة وعلى مساحة الخطأ. انا مش هعلق، انا هخليكوا تشوفوا التقرير وانتوا تعلقوا وتبعتوا ليه مش عاجبنا. مأساة حقيقية يعيشها المواطن المصري كل يوم في البحث عن مكان لسيارته، فقد بلغ عدد السيارات المرخصة أكثر من 4 مليون سيارة في القاهرة. ولعل من أكثر الأزمات التي تواجه كل صاحب سيارة أين يضع سيارته بعد عناء يوم شاق. لو أنت مروح بالليل تبقى تعبان عايز تطلع تريح، تقعد تلت ساعة نص ساعة تدور على ركنة. ومع عدم وجود جراشات داخل الكثير من الأبنية السكنية، قام البعض بإلغاء فكرة الرصيف المخصص للمارة والمشاة وتحويله
الى جراج. في فعلا جراج في العماره، بس طبعا مش كل الناس عندها جراجات. الجراج ده بيتاجر لناس تانيين خالص من بره العماره، وهم جايين مأجرين الجراج. ومع انتشار الفوضى الاخلاقيه وعدم احترام السلطه التنفيذيه ينشا الخلاف الذي عاده ما يبدا بالتراشق بالالفاظ وينتهي بالتشابك بالايدي، وقد يتطور في بعض الحالات ليصل الى القتل. كل يبحث عن حقه في صف سيارته عند منزله. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل يجب أن ننتظر دائما الحل من جانب الدولة، أم ننطلق بروح ثورة 25 يناير ونبتعد عن الأفكار الفردية؟ وصلنا لآخر فقرة عجبني ومش عجبني، ومستنيين تبعتولنا. احنا نزلنا الصور اللي انتوا بعتوها لنا بتاعت الموائد اللي اتعملت بين المسلمين والمسيحيين، وفرحانين بيها جدا. ولذلك كل اسبوع لازم هننزل للناس اللي بتبعت على عمرو خالد.net، لازم هننزل لقطات من اللي خدوها، عجباهم ومش عجباهم، بنوعدكم بكده. وكل اسبوع هنحافظ على كده لقطات او صور. اخر حاجة في عجبني ومش عجبني، حكم معاني جميلة بنهديها لكم نعيش بيها الاسبوع ده، عجبانا، وبنقترح عليكم تكتبوها وتفكروا فيها وتعيشوا بيها. أول معنى بيت شعر. بيت شعر بيقول: ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. اللي ما عندوش طموح يصعد الجبال هيعيش طول عمره بين الحفر. معنى مهم قوي للطموح، حكمة جميلة في بيت شعر. الحكمة التانية والمعنى التاني في نفس الفكرة، الطموح. أنا ليه بقول الكلام ده في بكرة أحلى؟ المصريين لازم يبقى عندهم طموح غير عادي الفترة اللي جاية. ومن يتهيب، ليه ما نسبقش تركيا؟ وليه ما نسبقش ماليزيا؟ وليه ما نبقاش دولة عظمى؟ بس محتاجين شغل. ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. لا، مش هنعيش بين الحفر. المعنى التاني برضو له علاقة بالطموح، حكمة جميلة بتقول: سئل الجبل مما علوك، انت عالي ليه يا جبل؟ فقال: من دنو الوادي. أصل الوادي هو اللي نازل وواطي، فبنت إن أنا عالي. أحيانا بيكون في شبابنا عندهم إمكانيات تخليهم كالجبال، لكن مش راضي يطلع إمكانياته فيبان إنه صغير، فتطلع ناس تانية تبان إن هي عالية. سئل الجبل مما علوك؟ قال: من دنو الوادي. لو ما كانش الوادي منزل نفسه ما كنتش هبان إن أنا عالي قوي. حكمة مهمة لناس عندهم الإمكانيات لكن سايبين غيرهم يسبقهم هنا وهنا. يا مصريين، إحنا في علو الجبل لو شئنا، بلاش ننزل للوادي، خلونا نصعد ونصعد. الحكمة الثالثة اللي هختم بيها الفقرة دي، حديث نبوي جميل بيقول: إن الله قسم أخلاقكم كما قسم أرزاقكم. إن الله قسم أخلاقكم كما قسم أرزاقكم. يا عايز يقول لنا إيه؟ كل الناس بتدور أنا رزقي كام؟ عندي رصيد في البنك كام؟ عندي في دفتر التوفير كام؟ عندي رزق من العيال كام؟ كله بيدور على الرزق المادي. ده في رزق تاني ربنا ادى لكل واحد حتة أخلاق حلوة، دور عليها وطلعها وفتش عليها، زي ما بتقعد تحسب رزقك المادي لو ربنا ادالك. واكيد كل واحد ربنا اداله حته اخلاق حلوه، ده صبور، ده مبتسم، ده حنين، ده ودود، دون رحيم. ان الله قسم اخلاقكم كما قسم ارزاقكم. دور ربنا ادالك ايه وكبره ونميه، هيكون هو طريقك للسعاده في الدنيا وللجنة في الآخرة. عجبني ومش عجبني كانت الفقرة الأولى، تعالوا نكمل مع بعض.